السلام عليكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة وفيديو جديد وشكل جديد بقناة عبوديز كيك. إن شاء الله اليوم حنسوي شكل ساندي من كرتون سبونج بوب الشهير. بلش بسم الله. هاي الألوان اللي حنحتاجها بهاي الشخصية إن شاء الله. أوكي، أبلش باللون الجوزي. حسوي أول شي على شكل صوندة، بعدين أنبلها من جهة. أنا مود أسوي جهة الرقبة، بعدين أوخر بصمات أصابعي، بعدين زايد أقصها بالمقص. اوكي، وراها افتح عجينة شوي خفيفة باللون البيجي او الجوزي الفاتح، واقصها على شكل بيضوي. بعدين الحواف الملبنة اوخرها باصبعي واثبتها فوق الجسم الزايد اشيله. وراها نبلش بالرجل. اول شي نسوي على شكل دمعة طويلة، بعدين اسوي جهة الرجل من جهة والثانية تكون شوي بها ضعف. اوكي، وبعدين اسوي اثر الاصابع بس على كيف، بعدين اثبتها بالجسم. الرجل الثاني هم نفس الطريقه، حاول تسويها متساويه نفس الحجم. وراها فتحت عجينه بنفسجي شويه خفيفه وقصيتها على شكل مستطيل. وراها باصبعي بديت اسوي افرها، اعقدها مثل شلون هيجي مزقزقه او صايره مثل مال قماش، وهم مفرفره. وراها قصيتها حتى تطلع لنا بسرعه عدله، بعدين خليت ما يدار مدار الجسم وثبتتها. ساعتها نورتها خلصت تقريبا. وراها فتحت عجينه همينه بنفسجي خفيفه، قصتها على شكل مستطيل صغير او شريط، ايه يعتبر شريط هذا. رمينا بصبعي وخرت الحوافي وثبتته، خليت مي وقصيت الزايد. اوكي، تأكدوا ان الجزم. بعدين سويت دائرة وضغطتها بصبعي، دائرتين على مدن مالت الملابس من فوق. وراها بالايد همينا سويت اول شي صوندة، بعدين بصبعي بالنص خففتها، بعدين صارت من جهة الايد بالمشرط سويت الاصابع، بعدين بايدي قعدت اعدل الاصابع حتى ما صار عندنا مربع، سويها على شكل دائرية بس على كيف بدون ما تمردون الايدين. هاي الايد الاولى جهزت، هاي الايد الثانية هم نفس الطريقة حسويها، بعدين اثبتهم. حعقدها حسويها مثل لازم خصرها او هيجي، لذلك شوي انعقدت من الجهتين لزقتها. وراح حنسوي الذيل، اول شي نسوي على شكل دمعة، وبعدين من جهة السمينة الوفها. اوكي، صار عندنا شلون هيجي مرحلة زون. بعدين قصت بالمقص على مود اسوي مثل مال فرو مالتها، على مود هيج التجسيد مال فرو. بعدين بصابعي قعدت اوخر الاثر مال المقص، والشعراية شوية عقجتها. تمام، سويت ثلاث شعراية تاني. وراها خليت ماي راح الزقها من جوا وشوية من ظهرها على مود تلزم عفت الجسم على جهة هي بس. وراح ابلش بالوجه. سويت اول شي بيضاوية باللون البيجي نفس اللي سويت بالجسم، بعدين بيضاوية باللون الجوزي اصغر من البيجي بشوية او بهواية تقريبا نصها. ثبتتها، سويت الجوزي صار على شكل مثل نص دائرة، تأكدت انه لزمت بالبيجي. بعدين حخلي الاذانات دمعة وحثبتها من جهة، بعدين بالأداة سويت أثر مال إذن حفرتها. وأنا خليت دائرتين بيضة مال عين، حاولوا تخلوها من السوايا نفس الحجم. وأنا دائرة سوداء مال هي مال عين مالتها همينة. بعدين بالأداة خليت أثر مال حليقها، سويت هالشكل تضحك.
وراها فتحت عجينة خفيفة شوية بيضة، قصيتها على شكل مستطيل. هاي حط سن مالتها السن، شوية راح اترك اثر بالنص خط بالمشفاط على كيف، بعدين حثبته فوق الخط مال الحلق. وراها بالصوند السوداء سويت حاجبها للجهتين، وراها باللون الوردي اول شي سويت دائرة، بعدين سويتها على شكل مثلث ثبته، وراها باللون الحبر الاسود غذائي نيكل، هذا سويت 3 خطوط رموش بكل عين. وراها شفت عودة مناسب حجمها للوجه ثبتها فوق الراس. هسه الراس ثبت عندنا والشكل انتهى تقريبا، بس بقى اعدل اشياء باصبعي تاخر اثر اصبعي من الشكل. هاي الشكل انتهى ويانا، لا تنسون اللايك والاشتراك للمزيد. مع السلامة.